لكن علم الله تعالى الذي اتصف به لا يقتصر على الموجودات فقط، بل هو شامل للموجودات وللممكنات حتى مما لم يوجد، والثالث للممتنعات. وليس في صفات الله تعالى أوسع من صفة العلم تعلقا، فقد شملت كل شيء الموجود والممتنع والممكن، وهي من حيث الزمان شاملة للماضي والحاضر والمستقبل. وقد نظم ابن القيم رحمه الله ذلك فقال: وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان، وبكل شيء علمه سبحانه، فهو المحيط وليس ذا نسيان، فهو المحيط وليس ذا نسيان، فعلمه متقن. وكذاك يعلم ما يكون غدا وما قد كان في الماضي والموجود في ذا الآن، فعلمه شامل للماضي والحاضر والمستقبل. وكذاك أمر لم يكن لو كان، لم يكن وهو الشيء المقدر الذي لم يكن لو كان كيف يكون ذا إمكاني، وهو المشار إليه في قول الله عز وجل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ومثله أيضا قوله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ردهم ممتنع، لكن الله ذكر ما الذي سيكون لو ردوا، فعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. ولهذا كان علمه جل في علاه من أوسع الصفات تعلقاً.